وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أسرع الدول نمواً وأكثرها تطوراً، واستطاعت أن تتربع خلال فترة قياسية على رأس المؤشرات العالمية والإقليمية بعد أن مرت بمراحل عدة لقيامها كدولة متحدة. الثاني من ديسمبر من كل عام يستذكر أبناء الإمارات جهود الآباء المؤسسين في توحيد البلاد تحت لواء واحد والسير بها نحو النماء والاستقرار، جعلين منها إحدى أسرع الدول نموا وأكثرها تطورا. رحلة اتحاد الإمارات مرت بالعديد من المحطات الهامة، ففي فبراير عام 1968 توحدت أبوظبي ودبي خلال اجتماع بين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في خيمة بمنطقة السمحة في أبوظبي. وفي الشهر نفسه من العام نفسه استجاب حكام الإمارات لنداء الوحدة، وتم تشكيل لجان لاتخاذ القرارات ومجلس أعلى للحكام ومجلس تنفيذي وأمانة عامة. وفي يوليو عام 1971 تم التوقيع على وثيقة قيام الاتحاد، وصدر دستور مؤقت لتنظيم شؤون الدولة. وفي ديسمبر عام 1971 اجتمع حكام أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين وأقروا دستور الدولة، ثم أعلن وزير الخارجية حينها أحمد خليفة السويدي عن قيام الاتحاد لتبدأ مراسم رفع علم الدولة في قصر الضيافة في دبي، والذي يعرف اليوم باسم بيت الاتحاد. كما جرى انتخاب الشيخ زايد بن سلطان رئيسا للاتحاد والشيخ راشد بن سعيد نائبا له. وفي فبراير عام 1972 أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد.